أهلا أعزائي المشاهدين من جبل أربيل الذي يطل على بحيرة طبرية من جهة الشمال. منواصل دراستنا في هذه الحلقة عن عظة المسيح الشهيرة على الجبل، واليوم رح نتكلم عن الوصية لا تقتل. ماذا تعني هذه الوصية وكيف فسرها يسوع المسيح؟ أنا بصلي من كل قلبي إنه هذه الحلقة تكون بركة لحياتك، تلمس قلبك بحضور الله، تختبر محبته، وتلمس تعليم المسيح القوي المؤثر والمغير والفعال. ابقوا معي، سأعود بعد قليل. قال يسوع: قد سمعتم أنه قيل للقدماء لا تقتل، أما أنا فأقول لكم إن كل من يغضب على أخيه باطلا يكون مستوجب الحكم. فعلا العظة على الجبل دستور ومبادئ الملكوت الجديد لرعاية هذا الملكوت، بعلمنا شيء عظيم وشيء مهم جدا. لو طبقنا تعليم المسيح لأصبح هذا العالم فردوس جميل. طبعاً في الوصايا العشر مكتوب لا تقتل، وعقاب القتل هو الموت، وهذه ليس فقط في شريعة موسى، حتى من بعد الطوفان أول شيء بعد ما قدم الذبائح نوح كان الله أعطاه الوصية إنه اللي بيسفك الدم أيضاً يسفك دمه. هذه شريعة الله، وهون احنا منشوف تغيير بعد ما تكلم يسوع المسيح عن التطويبات، وبعد ما تكلم عن تأثير وشهادة المؤمن في هذا العالم أنه ملح للأرض وأنه نور للعالم، فينتقل ليتكلم بسلطان رائع، لا يقتبس كما فعل فقهاء اليهود والمعلمين الرابيين، واحد بيقتبس من الآخر. فالمسيح هو مش بس واضع الشريعة لكن طبق الشريعة وجعلها شريعة داخلية، شريعة بتتكلم عن الدوافع الداخلية للإنسان. فاليهود فهموا موضوع القتل هو الذبح فعلياً مع سبق الإصرار، والعقاب طبعاً بحسب شريعة اليهود هي الموت. فالمسيح جاء لا لينقض الناموس بل ليكمل، ثم قال لا تغضب، لأنه الغضب يغذي القتل ويقود إلى الدمار. الرسول يوحنا قال: كل من يبغض أخاه فهو قاتل نفس. لاحظ سلطان المسيح: قد سمعتم أنه قيل للقدماء لا تقتل. هو ما غيرش الشريعة ولم يبطل الشريعة ولا ينسخ الشريعة ولا ينقض الشريعة، بل جاء ليكملها، ليجملها، ليعطيها التفسير الروحي والعمق الروحي، وطبعا البعد الروحي بكيفية تعامل يسوع وتعليم يسوع. فالمسيح بيتكلم وبيتعامل مع النية، بيتكلم وبيتعامل مع الدوافع الشريرة. يقول من يغضب على أخيه، فيعني بيتكلم هون على الغضب الغير مبرر، الغضب الباطل، الغضب الغير مقدس، الغضب اللي مصدره الكبرياء والحساسية الأكثر من اللازم. بيتكلم عن هذا الغضب، من يغضب يكون مستوجب الحكم، والحكم عادة في قرية صغيرة بيكون فيها شيوخ، ومن خلال أو من الشيوخ بيكون على الأقل 7 قضاة حتى ينظروا في هذا الموضوع لجدية وخطورة وأهمية هذا الموضوع. ثم يقول المسيح: ومن قال لأخيه رقى، كلمة أرامية قديماً بتتكلم عن يا فارغ العقل أو اللي عقله فارغ، يعني بكلمات أخرى
إنه عم بيتمسخر، عم بيسخر من ذكائه. هذا الإنسان المخلوق على صورة الله، الصورة الروحية، الصورة الأدبية. لما الإنسان بحقر من قيمة الإنسان وبيجعل الإنسان فارغ العقل أو تافه، وكم من التعبيرات الشرقية اللي منقول روح يا بعيد، مننعته بكلمة حيوان أو بكلمة شرير أو بكلمة فاسد أو بكلمة فارغ العقل، يا أحمق إلى آخره. فالرب يسوع يقول أنه مستوجب حكم المجمع، والمجمع طبعاً هو حكم أكبر، بيتكلم عن مجمع من 70 شخص اللي بيقضوا في هذا الموضوع. وهون بيتكلم عن أهمية الإنسان، وطبعاً ثم بيكمل في هذا الموضوع: من قال لأخيه يا أحمق، يعني يا غبي. الحكم طبعاً مستوجب نار جهنم. جهنم من كلمة جهينة اللي هي وادي بن هنوم اللي موجودة في القدس، هناك بسموها وادي النار لأنه كانوا بيشعلوا المزابل بولعوها في النار. وكمان كانت قديماً أماكن العبادة الوثنية للإله مولك وملكم، كانوا بيقدموا الذبائح البشرية. فهون بيتكلم بصيغة رمزية إنه مستوجب نار جهنم، وهذا ترمز لجهنم أي الجحيم، نار الأبدية إلى أبد الآبدين. فمنشوف خطورة الموقف لما الإنسان بيتكلم كلمات اللي بتثير الاشمئزاز والكبرياء واللي بتثير التحقير من الشخص الآخر. We know that God has set an impossibly high standard that we will not achieve without His help. And His relationship to us is one of love. It's to encourage us in the midst of this, not to discourage us. So it's an impossibly high standard because only God can forgive. But He tells us how His children should act. They should act like He acts, and that's how the people will recognize Him. Blessed are the people who are peacemakers, the people who seek to create reconciliation, the people who work to bring forgiveness and healing. They will be called the children of God. That's God's DNA. It's the DNA He wants us to portray. And it's hard work, and we'll fall, and we'll get up again. That's the character of who we are. Because until Jesus comes back, we only see through glass darkly. But when we see Him face to face, it'll all be straightened out and cleared. So it's a long, long journey and a daily walk, but there's a great hope. المسيح فاحص الكلى والقلوب، يعرف النية، يعرف الدافع، ويعرف ما في قلب الإنسان. فلا يتحدث عن القتل الفعلي، لكن كم من الناس التي تقتل بسبب كبريائها، بسبب غضبها، بسبب إنه بحقر من قيمة الإنسان الآخر. وطبعاً الذي يأخذ بالسيف، بالسيف يؤخذ، وسفك الدم بجيب سفك دم، ولابد أنه تصبح أنهار من الدماء. وأنا مش بالصدفة موجود في هذا المكان، المكان يسمى جبل أربيل، قمم الجبال تسمى قرون حطين لأنه في قرنين، وفوق هذه المنطقة في معركة شهيرة حدثت اللي هي معركة حطين. صلاح أو جيوش صلاح الدين الأيوبي انتصروا على الفرنجة أو ما نسميه الحروب الصليبية، وكان في طبعاً سفك دم وحصاد كبير من الأرواح والنفوس. لكن هذه المنطقة أيضاً حدث فيها ثورة شهيرة في أيام الملك هدريان أو هدريانوس في سنة 132 إلى 135. بهاي الفترة اللي كانت فيها الثورة قادها شخص اسمه بار كوخفا. في نفس المنطقة عندما جاء أخيراً الرومان وعاوزين يخلصوا على هذه الثورة، اختبأ الثوار اليهود في مغاير، مثل ما شايفين مغاير كثيرة في هذا الجبل. والمنطقة بسموها وادي الحمام بالعربي
في قرية عربية بدوية في هذا المكان، لكن هي أصلاً الاسم وادي الحمم. فالرومان كانوا بيستخدموا السهام الملتهبة بالنار، وكانوا بيولعوا النيران وبيضربوا الأسهم على الثوار، وطبعاً ما كان بد إلا ينتحروا يزتوا حالهم من أعلى هذه القمم إلى أسفل. بحسب المؤرخ يوسيفوس مكتوب إنه حتى مية البحيرة الجميلة، بحيرة طبرية، تحولت إلى لون الأحمر بسبب الدماء. فالمسيح بيتكلم عن الحدث قبل ما يحدث، عن النية، عن الدافع أو الرغبة في الانتقام، رغبة الشر. وطبعاً هو مثالنا، قال ليس لأحد حب أعظم من هذا أن يضع أحد نفسه لأجل أحبائه، وقال عن نفسه أنا هو الراعي الصالح، والراعي الصالح يبذل نفسه عن الخراف. فالمسيح بيتكلم عن الحب وعن المسامحة وعن الغفران. إذا وصلنا لهذه الحالة فطبعاً إحنا بنحمي أمور كثيرة. لو طبقنا هذا التعليم فعلاً عالمنا اليوم أصبح فردوس. لكن أحباء الشرق الأوسط مليء بالدماء. ماذا عن العراق؟ ماذا عن فلسطين؟ ماذا عن سوريا؟ ماذا عن اليمن؟ ماذا وماذا وماذا؟ بتعرفوا أحبائي، والقتل باسم الدين، والقتل باسم الاحتلال والفتوحات والآخره. فتوحات المسيح كانت فتوحات المحبة، يعني الشخص يملك المسيح على القلب والكيان أيضا. فالمسيح استمر في تعليمه قائلا كن مراضيا لخصمك قبل ما تتطور الأمور، وقبل ما تتأزم وتصفي في السجن تدفع الفلس الأخير. ثم بيصور لنا صورة العابد اللي رايح على الهيكل ليقدم القربان. تخيل المسافة بغض النظر من أي مكان بيجي وجارر الخروف أو الذبيحة معه، ولابد أن يدخل من دار الأمم ويسير في أماكن متعددة، منها دار النساء أو رواق النساء للرجال، وبيصل لدار الكهنة، وحتى بيصلوا إلى مكان الذبح والذبيحة، وبعدين بحط إيده على الذبيحة وبيتذكر إنه في حسابات أنا لسه ما صفيتها، في إشي أنا بعد ما غفرتش لأخوي لازم أصفي الحسابات. فالمسيح بطالب اترك القربان، اترك الذبيحة في مكانها، واذهب أولاً اصطلح مع أخيك. فتخيل لما الإنسان بتطبق قانون المحبة، قانون الرحمة، وقانون طبعاً المسامحة والغفران، فالمحبة هي مقياس الكمال، وأن القتل باسم الدين لابد أن يقود إلى القتل، وأن الشيطان هو رب القتل، كان قتالاً منذ البدء، والناس اللي بتعبد الشيطان بتقتل وبتذبح اليوم، لأنه هي صفة الشيطان، وهذه تسمى ثقافة الموت. لكن المسيح جعل الشريعة داخلية حتى يحرر الإنسان من الضغينة ومن الكبرياء ومن الغضب، حتى يقوده إلى الحرية الكاملة. هذا هو تعليم يسوع المسيح. أحبائي، القتل بجيب غضب الله ودينونة على الإنسان، والقتل بتجيب اللعنة، والدم بجيب اللعنة على الأرض. أحبائي، يمكن أراضينا ملعونة بسبب سفك الدماء عبر كل هذا التاريخ. ككنيسة إحنا محتاجين نتوب أمام الله. اليوم للأسف أنا خايف إنه الكنيسة عم تعمل عمل صيانة بس منحافظ على ما تبقى من الكنيسة، بدل ما يكون عندنا رؤية لمجتمعنا ولبلادنا إنه نحرر بلادنا من هاللعنة، لعنة القتل والدم، القتل باسم الكبرياء، باسم الكرامة، باسم الشرف. وبالواقع كبرياء، والكبرياء هي الخطيئة المميتة اللي الله بدينها وبيبعت الإنسان على جهنم. أنا اليوم عاوز أقول لك إذا في عندك أي حسابات مع أخوك صفيها قبل نهاية هذه الحلقة. ارفع سماعة التلفون وانهي الموضوع.
حتى الله يستجيب الصلاة، وحتى الله يبرئ أرضنا ويبارك عائلاتنا ويبارك كنائسنا ويبارك أيضاً بلادنا. دعونا أن نكون سبب بركة لشعبنا.